نبدأ من المغرب، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أجرى الأمس الأحد بنيويورك على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى مباحثات مع مبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا بطلب من هذا الأخير، وفق ما أفاد به بلاغ البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة. وأوضح البلاغ أن هذه المباحثات التي جرت بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة عمر هلال شكلت مناسبة لاستعراض الدينامية الدولية الحالية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعما لسيادة المملكة على صحرائها، والتي تؤيدها العديد من الدول لصالح المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وبهذه المناسبة جدد الوفد المغربي التأكيد على الثوابت الأربعة لموقف المملكة بخصوص الصحراء المغربية كما حددها جلالة الملك محمد السادس، وهي دعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل حل سياسي واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع الإقليمي، وأيضا المواد المستديرة بمشاركة جميع الأطراف وخاصة الجزائر كإطار وحيد لهذا المسلسل، وذلك طبقا لقرار مجلس الأمن 2703 بتاريخ 30 أكتوبر 2023. وأخيرا الاحترام الصارم لوقف إطلاق النار من قبل الأطراف الأخرى كشرط مسبق لمواصلة المسلسل السياسي. وخلص البلاغ إلى أن دي ميستورا سيجري أيضا مباحثات مع الأطراف الأخرى بنيويورك.